السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير وبصحه جيده. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كلاص اقتصادي بمكونات متوفره وتيجي لذيذ بزاف وسهل في التحضير وتيصلح لهذه الحراره. واللي تيشوف القناه تاعي لاول مره كنتمنى انكم تنضموا لها بالضغط على زر ابوني وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد. هنا دزت باش غادي نوجد الكريم كراميل. خديت كاس ديال سنيده ودرته في مقله على نار مهيله صافي، وغادي نخليه يذوب. هنا كما كتشوفوا راه بدا كيذوب ليا داك السكر، هانتوما غادي نخليه حتى يذوب ليا مزيان. نحاول نحركو غير هكايا، كما كتشوفوا راه بدا كيذوب. كتشوفوا البنات ها هو بدا كيذوب لينا السكر، هانتوما كما كتشوفوا. دابا عندي هنايا واحد الكاس ديال اللوز، انا مهرمشاه كاس ديال اللوز، يمكن لكم تعوضوه بكاوكاو او تعوضوه بجلجل. انا هنايا غادي نخويه وغادي نحرك حتى يتكرمل ليا هاد سميتو الطريقة هذه. شي صراحة زوين. هنا من بعد ما تكرمل ليا اللوز خديت ورق ديال المطبخ وخويته فيها. بالنسبه اللي ما كيتوفرش على ورق ديال المطبخ او ورق ديال الزبده، يمكن لكم انكم دهنوا سطح العمل بشويه ديال الزيت او شي اناء بالزيت صافي، وكتوضعوا فيه هذا اللوز مكرمل صافي. انا هنايا غادي نبقى نسرح على ورق ديال الزبده باش يبرد ليا. ومن بعد غادي نحيد من ورق الزبده. كتشوفوا انا حيدتها من الكاغر صافي، غادي نبدا نهرسها بحال هكايا وغادي نطحن النص نتاعها. غادي نطحنو وغادي نخلي شي وحدين اللي غادي نزوق بيهم. كما تشوفوا انا هنا راه طحنت داك اللوز، طحنتو على هذا الشكل هذا اللي مع الكراميل، وخليت هاد الحبيبات هادو اللي غادي نزوق بهم وغادي نحط هاد الشيء على جنب صافي. هنا انا عدت باش غادي نحضر الكريم شونتيي. بالنسبه للكريم شونتيي غادي نحتاج نص سطرو ديال الحليب يكون بارد، يعني تكونوا دايرينه في الثلاجه من قبل. وعندي هنايا ساشي ديال الكريم شونتيي، انا استعملت هاد الكريم شونتيي صافي. غادي نوضع الحليب في وسط الاناء وغادي نضيف له كريم البودره ديال الكريم شونتيي وغادي نطربهم مع بعضياتهم حتى كطلع ليا الكريمه. هنا كما كتلاحظوا بالنسبه للكريمه ما كنطربوهاش بزاف، كنخليوها شويه خفيفه. دابا غادي ندوز باش غادي نضيف معلقه كبيره ديال العسل. صافي هنا غادي نضيف البودره ديال اللوز وغادي نطرب كذلك، غادي نطربها مزيان.
خلصوص كنجيب هاد الدانون هذا ديال الفلو كنخويه صافي وكنعاود نطرب صافي هنايا من بعد ما ساليت من التراب خديت هذا المول هذا دائري كما كتشوفوا وغلفته بسلوفان. يمكن لكم نتوما تاخذوا اي مول متوفر عندكم ولا ديروه في كؤوس فرديين كيجي حتى هو زوين. صافي وغادي نخوي فيه وغادي ندخلو للتلاجة يبات ليله كامله باش كيشد راسو مزيان. صافي هنايا كما كتشوفوا انا كنحاول انني نقادو باش يجيني طبقه متساويه طبقه واحده. كما كتشوفوا انا خرجته من الثلاجه من بعد ما بات ليله كامله. صافي هنايا انا غنحيد له هذا البلاستيك اللي درت له في الواجهه ديالو وغادي نوضعه في طبق التقديم. وبالنسبه للتزيين يمكن لكم تزينوه باي حاجه متوفره عندكم، يمكن لكم تقدموه غير هكايا يعني بلا ما تزينوه. كما كتلاحظوا راه دغيا دغيا كيتحيد من المول، خصوصا فاش كنديروا هذا البلاستيك هذا راه دغيا دغيا كيتحيد لنا من المول، كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. غادي نحاول انا نحيد السلوفان غير بشويه. صافي هنايا انا زينته بشويه ديال الشكلاط، ذوبت الشكلاط مع شويه ديال الحليب ودرت على شكل خطوط كما كتلاحظوا. وغادي نوضع واحد القطع ديال الحلوه مع داك القطع ديال النوكا اللي احتفظت بهم. صافي وغادي نقدمه.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص، كيجي على هذا الشكل. هذا كيجي الشكل ديالو زوين، وكيجي في المذاق تيجي لذيذ ورائع، كيبغيوه الوليدات الصغار والكبار. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه. هذه هنا انا قطعت واحد الطريف باش تشوفوه كي تيجي من الداخل، وكنشكر كل واحد عطى من وقته وكتب ليا تعليق زوين. كنشكركم بزاف على التعليق ديالكم والتشجيعات نتاعكم، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.